فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا لبس الإنسان الشماغ والغترة فهل له أن يمسح عليها إذا أدارها تحت حلقه؟ لا، ما هي بعمامة، هذه ليست عمامة، فلا يمسح عليها. الحكم معلق بما يسمى عمامة عند العرب، وهي ذات الأكوار التي تكون على الرأس، أكوار بعضها فوق بعض تصبح كالبرج، ثم يثبتها، هذه العمامة اللي يمسح عليها. أما العصابة التي على الرأس، أما الغترة شماغ، هذه ما يمسح عليها. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.